سي حسن، توا التحرك نتاعك من اليوم قلت لي ثم تجاوب معقول، لكن هل باش تشوفوه توا اليوم في التلفزه باش تحدث عليه؟ من المؤسف انه التحرك كما هذا ما جات حتى قناه من القناتين الوطنيتين ولا من قسم الاخبار تغطيت هذا التحرك اللي هو يهم المؤسسه كله، وانطلاقته كانت انطلاقه مبدئيه بالنسبه لنا احنا. كان المساله مبدئيه ماهيش شخصيه. فهمتك. ويبدو لي انه كي نقراها انا استقرا انه فما تاثير نجح التاثير الخارجي او التهديد المبطن، لانه المواطن التونسي عموما عاش 50 سنه مش 23 سنه او اكثر من 50 سنه عنده في مخه بوليس، يعني خاف من المطرك، يعني التحرك في التلفزه والتلفزه ما صورتوش يعني هذا يمكن ماهوش مؤشر ايجابي. بالطبع نقولوا احنا مثلا في تونس باب النجار بلاش باب، دار النجار بلاش باب. بالضبط. في كلمتين توا من 14 جانفي شنو اللي تبدل وشنو ما تبدلش في التلفزه؟ لا، تبدلت بعض العقليات الموجوده على مستوى الموظفين او المنتسبين التونسيين، بينما السياسه تقريبا قعدت هي بدا في تسيير الامور. لان يبدو لي تعتبر نفسها مؤقتة ونحن فقط الدائمون. فعندما تكون مؤقت انت فبرامجك ماهيش باش تكون مستقبليه كما نحب انا. لكن طريقة التسيير معناها طريقة الروح ماشي روح جديدة، هذا اللي سمعناه احنا. يعني توا تشوف شركة الأنباء مثلا تحس انه ثم نوع من الاجتهاد، لكن ساعات تحس انه ثم رجوع للوراء، يعني مش رجوع بقدر ما هو ثم سمعناه تكتيك كنيشة معينة استانسوا بها وهذا قابل للتصليح راهو قدام. ماشي. أما تحب تقول للناس على الأقل هما يحبوا يعملوا حاجة للموظفين؟ يحبوا، الفولونتي موجودة. أما والإدارة؟ الإدارة ما زالت يبدو لي يعني لم ترتقي وما نعرفش اعذارهم شو، لم ترتقي الى طموحات الاعوان. شكرا لك.